صباح الفل على كل مشاهدينا الاعزاء، اهلا بيكم معانا مره تانية والجزء الثاني من رحلتنا اللي لسه مكمله معانا. واحب افكركم بضيوف رحلتنا المره دي، هم الاستاذه ايمي والاستاذ ادم والاستاذه منى والاستاذ شريف، وهنا الاستاذ ياسر والاستاذه ايتن رحاب والاستاذ احمد. مكملين لعب وتحديات وحركات، تعالوا نشوف عملوا ايه امبارح ونرجع نكمل بقى لعبنا النهارده. جاهزين؟ جاهزين. ايه اكتر حاجه بتخلي ياسر مختلف بين صحابه؟ دمه خفيف. دمه خفيف. كوميديان انت، كوميديان الشله، عرفتك. يلا يلا، برافو عليك. قصتنا اسمها هيفاء ملكه الازياء. يلا يا دودو، برافو، مركزه. فاضل لك كوره وتطلع بره. لعبة من اللعبة اللي كنا بنلعبها واحنا صغيرين، أنا شخصيا مامتي كانت بتقعد تلعبها لي طول الوقت وأنا صغيرة، فاكرين طبعا لعبة طلعت ونزلت مع الفواكه. أنتوا بقى هل أنتوا بتلعبوها وأنتوا صغيرين دلوقتي، يعني جات لكم دي ولا لسه؟ طب بصوا، إحنا هنسمي كل واحد فينا فاكهة مبدئيا، نبتدي. يلا قولي هتسمي إيه؟ موز. بطيخ. بطيخ. عنب. عنب. تين. تين، ماشي. فراولة. فراولة. كانتالوب. كانتالوب. تفاح. تفاح. مانجا. مانجا. أنا قلت طلعت مع فاكهة من الفاكهات، اللي يسمع اسم فاكهته يطلع، ولما اقول نزلت اللي يسمع اسم فاكهته ينزل. لو طلعتوا ونزلتوا في اي دور مش الدور بتاعكم تبقوا طلعتوا بره، ونشوف مين اللي هيتبقى في الاخر. أوه. اوكي ماشي ماشي. يلا، طلعت مع الفراوله، نزلت مع الفراوله، طلعت مع الموز، نزلت مع التين. موز اطلع بره. انت طلعت ليه؟ نزلت ليه؟ نزلت ليه؟ يلا، اول واحد، اول ضحيه. طلعت مع التين، نزلت مع البطيخ. طلعت مع البطيخ، بس نزلت مع المانجا. المانجا طلعت، والفراوله نزلت، والتفاح طلع، والكنتالوب نزل، والتفاح طلع تاني، والكنتالوب طلع، والفراوله طلعت، والتين نزل، والبطيخ طلع، وال انت كنت ايه؟ ماشي. والكنتالوب نزل، والتفاح طلع، مانجا نزلت، البطيخ طلع، العنب طلع ونزل، والعنب طلع، العنب نزل، المانجا طلعت، المانجا نزلت، البطيخ طلع، البطيخ نزل، البطيخ طلع، البطيخ نزل، الفراولة طلعت، الفراولة نزلت، الفراولة نزلت، نزلت، نزلت. يلا تاني ضحية. المانجا طلعت، والمانجا نزلت، والبطيخ طلع، وبعدين البطيخ طلع، وبعدين البطيخ نزل، وبعدين المانجا طلعت، وبعدين التين نزل، وبعدين العنب طلع، وبعدين العنب نزل، وبعدين العنب نزل، وبعدين البطيخ طلع، وبعدين التفاح طلع، وبعدين التفاح نزل، وبعدين المانجا طلعت. انت اطلع. ايوه يا شباب، الله على الامانه. امانه والله، امانه يا شيكو والله. ماشي، ثالث ضحيه. طلعت مع التفاح، نزلت مع البطيخ، طلعت مع البطيخ، نزلت مع التفاح، طلعت، نزلت مع التفاح. اطلع. يلا يلا يلا، ما بقاش فاضل غيرك في الاسره دي. ولا مره قلت كانتالوب. خليك معايا انت بقى، نشوف انت، خليك واقف. ماشي، طلعت مع البطيخ، نزلت مع البطيخ، طلعت مع البطيخ، نزلت مع الكانتالوب. أسرة بحالها طلعت بره. تعالوا نشوف بقى بالأسرة دي مين هيركز بقى، بابا ولا ماما ولا أيتن. طلعت مع التين، نزلت مع التين، طلعت مع العنب، نزلت مع العنب، طلعت مع العنب، نزلت مع العنب، طلعت مع التين، نزلت مع العنب، طلعت مع العنب. اطلعي بره. طلعت مع التين، نزلت مع البطيخ، ونزلت مع البطيخ، طلعت مع البطيخ، نزلت مع البطيخ، طلعت مع التين، نزلت مع التين، طلعت مع التين، نزلت مع التين، طلعت مع البطيخ، نزلت مع البطيخ، نزلت مع البطيخ، طلعت مع البطيخ، نزلت مع التين، طلعت مع التين. ايه يا ماما؟ كمل يا ماما. طلعت مع التين، نزلت مع التين، بس نزلت مع البطيخ، طلعت مع البطيخ، مش ممكن، نزلت مع التين، طلعت مع التين، نزلت مع التين، طلعت مع البطيخ، نزلت مع البطيخ، طلعت مع التين، نزلت مع التين، طلعت مع التين، نزلت مع البطيخ، طلعت مع البطيخ،
نزلت مع نزلت مع التين، طلعت مع التين، نزلت مع التين، طلعت مع البطيخ، نزلت مع البطيخ، طلعت مع البطيخ، نزلت مع البطيخ، طلعت مع التين، نزلت مع التين، طلعت مع البطيخ، نزلت مع البطيخ، نزلت مع البطيخ، نزلت مع البطيخ، طلعت مع البطيخ، نزلت مع التين، طلعت مع البطيخ، اطلع بره. يا نهار ابيض يا ايتن، ايتن هي اللي مركزه تركيز مش عادي، شطاره وحلاوه وطعامه. تعالوا نكمل العابنا ونروح نشوف بقى العاب التحدي معانا النهارده. برافو. جينا بقى للفقرة المميزة عند الأمهات أو الزوجات بمعنى أصح، التنشين بقى اللي في الدماغ بقى على طول، ونشوف مين هيعمل إيه. وطبعاً الأبهات إيديكوا ورا وراكوا كده عشان مش هنستخدم إيدينا خالص، وانتوا روحوا فوقنا كده عشان الكرة لو إيه لو وقعت هتجيبوها. أوكي جاهزة؟ جاهزة يا حاجة؟ يلا واحدة، وأنا بقى إيه هقول واحدة واحدة كده عشان ما نتلخبطش. يلا رادي ستادي جو. واحد و الله. الله على الجون اللي دخل في الله، دخلتي جون في نفسك يا رحاب. حدث رائع، حدث جليل جدا جدا جدا، بدايه مبشره جدا. يعني واحد شفتي جايه لكم دي على الطبطاب، 1-0. واحد يلا. الله الله، حلوه حلوه ماشي. يلا هاتي الكره بسرعه، هاتي الكره بسرعه، دي لماما. استنى استنى، دي لماما. يلا ارجع تاني. 2 نركز بقى ولا ايه؟ مش هينفع كده والله، ما هينفع. هي قصدي على فكره مش شكلها قصدي. 2 يلا. 2 ها والله برافو ماشي. حلوه حلوه حلوه، مقاومه ظريفه، نساعد بعض. 3 يا الله. لا انت منشئ، انت احنا ما بندخلش الجون في نفسنا، احنا بنرمي الجزنه الكوره عشان فاهمه، عشان هو مش يصدها يرميها. ايوه فهمتي اللعبه. يلا 3 الله الله، كانت هتخش برده. يلا الله عليك، وانت ايه بتساعد وفين؟ انتوا بتساعدوش ماما ليه؟ يلا 4 الله، ايوه كده ابتدي نفهم. 4 2-0 ماشي. 5 برافو. الله الله، انت كويس يا استاذ شريف. الحمد لله الحمد لله، بدون اصابات الحمد لله. طيب فعلا. يلا 5 ماشي. 6 ايوه حلوه. ايه ده بقى؟ ايه بقى؟ بتساعدني الله، ايه بقى بتساعدي من الفريق التاني؟ انت بجد بتعملي ايه؟ انت معاهم ولا عليه؟ ده جوزك ده، ركزي. يلا 7 استني، 6 هنا الاول. 6 6 هنا الاول، سوري. 6 ايوه ماشي. ها حلوه. 7 الله حلو. ايه الكور؟ يلا يا اولاد بسرعه. يلا كل واحد يدي الكوره لمامته. 8 يا رحاب. ها ايوه برافو. 8 ركزي في كورتك، ركزي في كورتك. ها ماشي. يلا خدوا كور بعض، يلا بسرعه. ماشي يلا. 9 ها حلو. انت كويس ماشي. 9 الحمد لله. 9 ها هي ايدي. يعني احكي لي عن ايدي، ايدي بجد. يعني احنا بنحدف كده، بنحدف كده ايدي. ماشي اوكي. 10 اخر كوره. مش في مناخيري، بيقول لك مش في مناخير. حلو حلو. 10 ايوه برافو. 10 اخر كوره. ها الاصفر، بيعوضوا يا جماعه بيعوضوا. برافو 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 برافو. طبعا ليك حق هنا بقى، ليك حق ايه تبوس الدبله بتاعتك. هنكمل العاب التحدي، خليكم معانا ويلا بينا بسرعه. جينا بقى لتاني لعبه معانا في التحدي، ونشوف بقى مين من الاسرتين ومين في الاسرتين اللي هيوقع البرج بتاعنا. جاهزين؟ عارفين بتلعبوها ازاي؟
اه عارفين كويس يعني؟ ماشي اوكي تعالى نبتدي بالاب بقى على طول. اتفضل يا استاذ احمد. ما هو ده ما دي اسهل حاجه يعني اكيد مش هتوقعها من اول مره صح؟ اه ان شاء الله يعني. طارم حاسب بقى طارم طم طم ممكن اسحب ده؟ لا طبعا لا طبعا وايد واحده. لا والله ايد لوحدها ما تسقفش. لا 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 مش هينفع يبقى منظرك غريب جدا. من اول واحد تاني من اول مره انا بوشوشك يعني عشان محدش ياخد باله فاهم؟ مش هينفع الولاد بيلعبوا. هي اساسا عماله مش هتقع. الولاد يلعبوا فاهم؟ ايه لا 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 هنضحك هنوقع الله ايه ده رايح فين؟ هتحطها هتحطها بقى عكس عكاس. ايوه كده ايوه كده برافو بس الشريف. ايه الحماس ده؟ طب ما تخلي ادم يا هيجي ما احنا بقى شطارتنا ان احنا نخلي ادم يلعب ان شاء الله ما نوقعهاش. اختار ايه دومي؟ ما نوقعهاش كده. ايه دي؟ اي حاجه. اختار ايه يا دومي؟ هنسمع كلام دومي؟ استنى كده هنسمع كلام دومي كده 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 يا بابا. ايوه عشان هنا دي. برافو بابا. ايه برافو. ونوزنها بقى هنا. يلا يا ماما. ايوه بروح رحاب وانت داخل بروح رحاب نصيحه يعني. روح بلاش الحماس تقمصي دور نبيله الحلفاوي. ايوه بالظبط كده برافو والله العظيم. الستات ان شاء الله خير يعني. الستات ان شاء الله خير. الستات ان شاء الله. ايه ده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنوقعها. ايه منى في ايه مخضوضه ليه؟ احنا مخضوضه ليه؟ واحده بس واحده ايد واحده ايد واحده ما تسقفش ترمي جناح مكسور ما ايد واحده بس. حاسبي يا منى حاسبي يا منى حاسبي عادي بلعب معاك حاسبي ماشي. يلا يا مام يلا يا مامي. برافو مامي عكس عكاس. برافو يا مامي. يلا يا ايدن. يلا يا تنتونه. بالراحه بالراحه عشان هو ابتدى يبقى غير متزن شويه. تنتونه تنتونه هتاخد منين يا ترى؟ تركزي كده زي ما بتركزيش في المذاكره. تركزي زي ما بتركزيش في المذاكره. على فكره بتركز وشاطره في الدراسات على فكره. شفتي بدافع عنك اهو. ايوه يا ايتن حاسبي يا ايتن. برافو يا ايتن. ايوه يا ايتن. برافو. يلا يا استاذ بروح بروح بلاش الحماس ياخدك وتوقع البرج قبل ما توصل. يلا واثق فيك يا دومي. واثق فيك مهما حصل يا دومي. واثق فيك مهما حصل ومسامحك مهما حصل صح؟ شاطر مسامحك مهما حصل. برافو يا دومي والله. بالراحه هنوقعه ولا ايه؟ تعالى يا اسطوره بالراحه. انت بتعوم ماشي انا عارفه. ايوه عارفك. يلا متهور اسر ولا ايه؟ اسر اسر اسر. ايه التهور ده؟ ده عارفك قوي ده عارفك قوي قوي. مش ممكن يعني. معلش بقى يا ايمي ما كانش ليكي حظ الحقيقه بس يعني الصوره هو ايه اللي وقع البرج. تعالوا نشوف التحدي اللي بعده مين هيعمل فيه ايه. ده عارفك قوي. جينا بقى لاخر تحدي معانا النهارده وهيبقى مع الولدين ادم واسر. هنشوف مين اللي هيوصل للبالونه الاخيره الاول ونشوف بقى مين هيشجع من الاسر اكتر. جاهزين تشجعوا؟ وانتوا جاهزين؟ يلا ريدي ستادي جو. الله ما تتحركش. ارجع تاني ارجع تاني ما تتحركش غير ما اقول لك. برافو ما تتحركوش غير ما اقول لك ارجع. يلا خش خطوه خطوه واحده خطوه واحده بس من عندك من عندك. يلا برافو خطوه واحده خطوه واحده من عندك. ماشي برافو من عندك. ايوه خطوه كمان خطوه كمان يا ادم. برافو يا ادم. برافو يا ياسر خطوه كمان يا ياسر. يلا برافو يا ياسر خطوتين خطوه كمان ادم وياسر. يلا ماشي هنشوف. ها ما ارجع ورا ادم ارجع ورا ادم. يلا ايوه صح اطلع خطوه كمان سوري. يلا اطلع خطوه كمان بس من عندك كده. ايوه بس ارجع ورا. ايوه ايوه خطوة واحدة كمان. يلا هنشوف مين مين بقى هيوصل الأول. مين هيوصل الأول؟ يلا
شاطرين جدا جدا جدا. يلا بينا نروح على البلاي ستيشن ونشوف مين هيعمل ايه على طول ونرجع تاني. جينا بقى لفقرة البلاي ستيشن، والحقيقة بقى إن اللعبة دي أمي متحمسة لها من الأول جدا، وقاعدة عمالة تقول لي إمتى هنلعب بلاي ستيشن، وياسر كمان شكله متحمس جدا، فقولوا لي بقى أنتوا دايما متعودين تلعبوا بلاي ستيشن يا أساتذة في البيت؟ دايما ولا مش دايما؟ في أوقات معينة؟ لا وأنا عندي في البيت وي. وي بتلعب بقى وي طول الوقت ولا أوقات وأوقات؟ أوقات وأوقات. يعني متفقين إن ليها وقت معين، وحضرتك يا أستاذة أمي؟ وقت ووقت ولا على طول بنلعب؟ على طول بنلعب. على طول بنلعب، مفيش فايده، انا هفضل قاعده معاكي لغايه اخر الرحله دي مش عارفه اغير اي حاجه خالص. طب انت جاهزه تلعبي عربيات يا استاذه امي؟ تمام، احنا تمام، احنا ماشيين تمام. يلا يا استاذه اتفضلوا نبتدي بقى السباق ونقول جو. انت اللي فوق وامي اللي تحت. يا امي، ايه يا امي ده؟ يا امي ايه رايحه فين يا ماما؟ رايحه فين يا حبيبتي؟ يا امي بالراحه كده. ايوه برافو، بنظبط. امشي بقى امشي بقى، برافو. الله 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 الله، يلا ممتلكات عامه دي يا امي. يلا يا امي، برافو يا اسوري والله. اسر شكلك سواق. ها بتسوق انت؟ بتسوق انت يا امي؟ يا امي يا حبيبتي. يا امي. يلا مش مشكله، يلا ممتلكات عامه يا امي. يا معادي، فداكي فداكي يا حبيبتي. الله يا اسر سويق، يا اسر آسر سويق. آسر اكشلي بقى في المركز السادس. إيمي طب الله 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 الله، إيه يا إيمي ده؟ أهو يا إيمي ده. يلا يلا يا إيمي، شكلنا هنسبق حد إن شاء الله. يلا برافو يا إيمي، الله العربيات بتحييكي، مش لازم نروح نضغط فيهم بقى. برافو يا آسر. آسر بيعدي بمهارة بقى المركز الثالث، الرابع، الثالث، الرابع، الرابع. تاني، الأول. برافو أسوري جدا، وبرافو يا إيمي برضو، بنمشي من غير ما نخبط. يا سلام لو مشينا على الطريق. الله الله، هنعدي اهو يا إيمي، حد عدينا حد. برافو برافو يا إيمي، حسبي يا إيمي والنبي، أرواح ناس يا ماما. ماشي، أسورة رجع المركز الثاني بس برضو في تقدم. آسر هات بقى الأولاني ده، هاتهولي بقى، هاته بقى في المية. إحنا الله، إيه أخبار المية يا إيمي؟ ماشي. الله 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 الله، آسر 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 آسر، ركز يا آسر. العربيات اتشفلت، فداك يا حبيبتي. يلا، عارفة ده طبعا لو في الحقيقة مش هينفع تسوقي الثانية. الله الله، ناخد شمال بقى، شمال يا إيمي. أيوة برافو والله، برافو، معلش فداك يا حبيبتي. مهم إن مفيش أعمار ناس، فاهمة؟ ماشي. آسر بقى في الرابع، خامس. آسر في أيوة يا آسر أهو، فاضل لك واحد. إيمي مركزة جدا إنها تبقى ماشية على الأرض، وده في حد ذاته عظيم، عارفة؟ أي برافو. أيوة يا إيمي، مش لازم جبال بس ماشي. يلا خير، أهو أهو، عدي عدي يا إيمي. برافو يا إيمي والله مركزة. ماشي ماشي، خير كله خير، مش لازم نخش في أصحابنا اللي بيه. أي امشي على الأسفلت، امشي على الأسفلت. برافو يا إيمي، ابتدت تمشي على الأسفلت إيمي. وآسر لسه في المركز الثاني، برافو والله يا آسر. مركز ثالث، ما بين الثالث والثاني في حد عمال يجيبه. رابع، ثالث، خامس. هم ينطوا ما تنطش. آسر انت جاي الاول، كنت في الاول يا اسطور، معلش هيكمل، عارف لو ركزت هتكمل. يلا برافو إيمي اهو، برافو إيمي، عدت إيمي، عدت. ها إيمي ماشي على الاسفلت، ماشي برافو إيمي. ليش لازم البحر؟ معلش فاينل لاب، اخر لفه، خديها على الاسفلت بقى. ماشي، احنا فين بقى؟ احنا في الثالث يا آسر، بقينا في الثاني يا آسر. برافو يا آسر في الاول. يلا يا اسطور، يلا يا اسطور، كمل بقى على هذا. البحر، على البحر. معلش معلش، كمل يا آسر، كمل. آسر المركز الرابع، برافو يا سوري، والحمد لله ومجد ان ايمي تفضل ماشيه اكبر وقت ممكن على الاسفلت. برافو ايمي، الحمد لله الحمد لله. طب يلا بقى تعالوا نرجع نكمل العابنا بقى الثانيه ونسيب التكنولوجيا شويه، اتبسطنا ولعبنا خلاص. يلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني ونرجع تاني.
بقى للكونكت فور، والكونكت فور النهارده مع الابهات شريف واحمد. مين اللي هيكسب؟ هل الفريق الاصفر هو اللي هيكون اربعه الاول ولا الفريق الاحمر؟ هنشوف. جاهزين تشجعوا؟ جاهزين. يلا ريدي ستادي جو جو يا شريف. يلا دخل. ماشي يلا يلا ماشي. حلو قوي 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 الكلام ده، حلو جدا الكلام ده. الله، ده ايه الحلاوه دي؟ ده ايه اللذاذه دي؟ برافو كده، احنا اتنين واتنين هنبقى كسبنا. ممكن نقطع على بعض ولا ايه؟ خطر يا احمد، حاول تقفل عليه، حاول تقفل عليه يا احمد. هل شريف هيجيبها؟ لا 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 لا. ماشي، حاول تقفل عليه يا احمد. التوتر ده. ماشي، لسه في امل، لسه في الايام امل. يلا اقفل عليه باي طريقه، اقفل عليه باي طريقه بيقول لك. يلا شريف والفريق الاصفر هو اللي كسب وكون اربعه بسرعه جدا جدا جدا. برافو 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 شريف. يلا بينا نروح ليحيى وكنوز ونرجع نكمل لعبنا تاني على طول. بيكو يا أصحابي، دلوقتي البالون هيخوننا ويطير في مغامرة جديدة مع يحيى وكنوز بسينو عن الألعاب الرياضية في كيمت. يلا بينا نشوف. بالكم بس يا ولاد، من الصبح وانتوا عمالين تضايقوا بعض. يا سينو دلوقتي أنا فزت في مسابقة السباحة في النادي، والسباحة يعني عضلات قوية ونفس طويل. وأنا يا سينو انضميت لفريق كرة السلة لأن المدرب شايفني موهوبة، والموهوبة الناس بتحبها أكتر. مين قال إن لازم حد فينا يكون أحسن من التاني يا أولاد؟ القوة شيء عظيم، لكن قوة من غير عقل ممكن تضيع صاحبها وتخلي كل الناس تكرهه، وموهبة من غير طموح مستحيل تخليك تحققي أي نتيجة في المستقبل يا كنوز. انضمامك للفريق لوحده مش كفاية، لازم تثبتي نفسك وتبقي لاعبة مميزة. انتوا عارفين ان نفسي اتعلم ايه لما اكبر؟ ايه يا يحيى؟ نفسي اتعلم العب شطرنج. وايه هي فكرة اللعبة دي؟ اللعبة اللي بيتكلم عنها يحيى عبارة عن قطعة خشب متقسمة لمربعات متساوية، وعليها مجموعة من القطع اللي بتتحرك حركات بيقوم بيها اللي بيلعبه لحد ما لاعب منهم يسبق التاني بحركة ويقدر يكسب. تعرفوا يا أولاد إن في لعبة في مصر القديمة قريبة قوي من اللعبة دي، لعبة السنت. لعبة مارسها الملوك وشعب كيمت، وليها صور على جدران أماكن دفن بعض الملوك والملكات. طيب المصريين القدماء عرفوا ألعاب رياضية تانية يا سينو؟ ألعاب كتير يا يحيى. عرفوا مثلاً يعني اللعبة اللي أنت بطل فيها. الله، كانوا بيلعبوا سباحة؟ أكيد في نهر النيل وفي البحيرات كمان، وبعض الأمراء عملوا حمامات تشبه كده حمامات السباحة الحديثة في قصورهم. ومن الألعاب الرياضية اللي كانت برضو منتشرة في كيمت هي لعبة المصارعة. علماء الآثار اكتشفوا أقدم مدرسة لتعليم المصارعة في منطقة بني حسن بمحافظة المنيا. والبنات برضو يا سينو كانوا بيلعبوا رياضة في كيمت؟ البنات والولاد كانوا زي بعض في التعليم والرياضة وكل حاجة تقريباً يا كنوز. ومن الألعاب اللي كان المصريين القدماء مميزين فيها هي الرماية. وبرضو عمل مسابقات للرماية؟ مش كده، الرماية ما كانتش مجرد رياضة وبس، الرماية كانت إعداد قوي للشباب عشان يخدموا جيش كيمت في حملاته العسكرية. مرة أستاذ عصام في حصة التاريخ قال لي فعلاً إن الرماية كانت رياضة مهمة عند المصريين القدماء، وإن في لوحة للملك أمنحتب الثاني وهو ماسك القوس وقدامه هدف للرماية وقدر ينشن عليه بالظبط. طبعاً، لأن اللي هيتعلم الرماية وألعاب تانية كتير هيكون جندي قوي قادر يدافع عن بلاده. الألعاب التانية ممكن تبقى ركوب الخيل، صح يا سينو؟ ركوب الخيل ورمي الرمح اللي كان له مسابقات قوية جداً لإظهار القوة والمهارة. احكولي شوية بقى يا أولاد عن الألعاب في العصر الحديث، بس مش الألعاب اللي يحيى بيلعبها على الجهاز السحري اللي دايماً قاعد قدامه هناك ده. أنا عاوز الألعاب اللي فيها منافسات حقيقية على أرض الواقع.
كتير قوي يا سينو، دلوقتي في كرة القدم وفي الكاراتيه والكونغ فو. خلاص أنا هشوف لي أي رياضة من دول وهلعبها، وروني بقى مين فيكم اللي هيكسب. وبعد ما شفتوا حكاية النهاردة قولوا لي بقى إيه رأيكم يا أصحابي؟ حلوة قوي. طيب وإيه الألعاب الرياضية اللي بتحبوا تلعبوها أو تتفرجوا عليها؟ أنا بحب الكرة قوي. أنا بحب أتفرج على ماتشات التنس. لازم تكونوا عارفين إن المصريين القدماء ما اهتموش بس بالألعاب الرياضية، اهتموا بحاجات كتير زي الغنى والعزف والآلات الموسيقية زي مثلاً آلة الهرب. وبكده يا أصحابي تكون خلصت حكايتنا، استنونا في حكاية جديدة. رحلة سعيدة. جينا بقى في رحلتنا للمطبخ، والنهارده هنعمل حاجه يامي بشكل مش عادي. مين يحب ياكل شوكولاته؟ انا. ومين بيحب يساعد مامته في المطبخ؟ انا. طب مين عايز يتعلم حاجه يعملها مع مامته في المطبخ؟ انا. ماشي، بس اهم حاجه احنا دايما لما بنيجي نقف في المطبخ ارجوكوا والنبي اللي بيتعلم حاجه جديده يجربها جدا وكل حاجه، بس يبقى بينظف وراه، عشان احنا مش بنساعد ماما في ان احنا نعمل اكله ونقوم خارجين من المطبخ سايبين كل حاجه فوق بعضها، احنا كده ما نبقاش ساعدناها، صح ولا غلط؟ صح. ماشي، هنشوف بقى هنعمل ايه النهارده. النهارده هنعمل شوكولاته بالسوداني والعجوه. عارفين قد ايه دي بتدي باور وانرجي؟ عارفين؟ قادرين تتخيلوا؟ جواها فيتامين؟ كلها جواها فيتامينز طبعا، وجواها ايه كمان؟ افتكروا ايه؟ بتعمل ايه بقى؟ يعني مثلا العجوه دي فيها والسوداني مع بعض كده، الوجبه دي فيها دهون، الدهون الصحيه، احنا طبعا ما بنسمع دهون بنتخض، بس دي دهون صحيه، بتدي طاقه مفيده جدا للقلب وللاعضاء علشان تكبر كده وتبقى بتتقوى، ومفيده برضو للاطفال اللي عندها مثلا رفيعين قوي 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 مش عارفين يتخنوا شويه، ممكن نعمل لهم الاكله دي يبقى بتفيدهم وبتغذيهم وكمان بتبقى ديليشس بقى طعمها حلو قوي قوي قوي. وطبعا في الشتاء بتدفي دفه. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. بصوا بقى هنحط دي طبعا كده تسخن. دي ايه؟ عجوه. دي عجوه. طب ما تعلي صوتك عجوة. يعني بتقولي لي في ودني ليه؟ دي ايه؟ عجوه. عجوه ماشي. وده ايه؟ كاكاو. كاكاو، برافو. ايه الحلاوه دي؟ وده ايه؟ لبن. لبن. وده ايه؟ زبده. زبده. فانيليا. ودي شوكولاته خام متسيحه. وده ايه بقى حد يقول؟ سوداني. سوداني صح، سوداني اللي هو ايه؟ مطحون، طحنينه كويس قوي. خلاص هنعمل ايه؟ هنحط اول حاجه العجوه بتاعتنا. ايه رايك تساعديني؟ يلا نحط لك العجوه. اوكي ماشي. ونحط لبن عشان ايوه. سامع الصوت؟ سامعين الصوت؟ ماشي. نقعد بقى نقلب في العجوه، نقلب في العجوه، نقلب في العجوه لحد ما يبان لها صاحب. ايوه كده اهو. ونزود في اللبن. بس طبعا 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 بالنسبه لك انت كمان بالذات يا استاذ ادم، احنا ما ينفعش ابدا 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 ان احنا نخش المطبخ او ان احنا نحط حاجه على النار من غير لما ماما تبقى واقفه جنبنا، او بمعنى اصح يعني ماما هي اللي تبقى واقفه على النار، بس احنا هنساعدها في بقيه الحاجات. وان احنا طبخت معايا وانا صغنن. طبخت معايا وانت صغنن؟ طبخت ايه احكي لي؟ اكيد بيض. اكيد ايه؟ ما تساعديه، خدي هاتي واحده. بيض وايه كمان؟ بس كده. اه خدي دي وهاتي، لا خدي دي واديني دي. يلا بيض. عملته ازاي طيب؟ بجد مامي ساعدتني وهي اللي حطت وانا ساعدتها في حاجات يعني. اوكي بس كده. ماشي. طب انت هتعرف تعمل لها دي في البيت؟ احنا مش عندنا اساسا ده. مش عندكم ايه؟ ما انتوا عادي ممكن تشتروا عجوه، دي سهله قوي تلاقوها لانها بتدي طاقه رهيبه. ولبن. ايه اللي بقى مش عندك بقى في البيت؟ قول لي كده. انا عندي لبن. عندك لبن اكيد. وعندك ايه كمان؟ زبده. وكاكاو. وكاكاو. وايه كمان؟
بس كده فاضل العجوه يعني صح؟ العجوه والسوداني. العجوه والسوداني، السوداني سهل قوي صح؟ سهل قوي قوي يعني. طبعا زي ما احنا شايفين كده انه احنا طبعا قاعدين انا وايتن اللي بنعمل على النار علشان نقدر احنا نمسك النار، احنا كبرنا شويه بس الاستاذ ادم لازم يبقى مامته بتساعده صح؟ وبعدين ادم هيساعدنا في حاجات تانيه دلوقتي. ممكن بقى تساعدنا في ان احنا اللي يخلص تحطه تحت في الدرج مثلا. ايوه برافو. شايفه بقى ايه؟ زي ما انت شايفه كده يا استاذه ايتن طبعا العجوه بتدوب، بس بتدوب بالراحه. لا بصي لا تعالي نمشيها بقى في عقرب ايه، احنا خلاص هي ساحت تقريبا، مع اللبن بقى تبتدي تغلي كده اوكي بالظبط، واحنا بنعملها في اتجاه واحد كده عشان تسيح اصعب بالظبط. ايه ايتن؟ نفس الاتجاه يا تونة. ماشي شطارة وحلاوة وطعام. متابع يا دودو عشان تقول لماما تعمل ايه؟ عجوة. عجوة في اللبن. اوكي اوكي برافو. طيب هي بتسيح اهي، امسكي دي كملي كملي دي اسهل. ماشي اهو كده، ممكن مثلا نحط ده تحت برضو صح؟ يلا ايه رايك يا قدومي انت اللي تحط لنا الشوكولاته؟ يلا لا الشوكولاته الباودر الكاكاو يعني. يلا حط الكاكاو، ما تخافش حط. ايوه كده ماشي شكرا جدا. ونقلب مع بعض، نقعد نقلب. شبه ريحه الكورن. ايه اللي حصل؟ شبه ريحه الكورن فليكس. شامم ريحته فظيعه ازاي شامه؟ اوكي حط اللي يخلص حطه في الدرج تحت على طول. ده اللي احنا بنقوله، ان احنا واحنا بنساعد ماما اول باول نحط الحاجات في الحوض، لو نعرف نغسلها حاجه بسيطه نغسلها صح؟ ما نبقاش بقى ايه سايبين المطبخ بقى ماما تندم ان احنا ساعدناها. صح ولا مش صح؟ شايفين الريحه يا جماعه؟ شامين اللي انا شماه؟ طب ايه رايكم دلوقتي وقت ان احنا نحط الايه؟ الفانيليا. يلا يا قدوم. لا فانيليا دي مش الفانيليا. ساعديه ساعديه ايت. دي ايوه يلا يا ولد. حركات ولمسات سحريه، لمسات سحريه خطيره، لمسات سحريه خطيره زي ما احنا شايفين اهو ساحت خالص. عايزين نطلعها بس بره شويه عشان نقلب وتبقى بتندمج في بعض. فاضل ايه يا ولاد؟ فاضل ايه؟ مش سامعه. الشوكولاته، شوكولاته الخام والزبده والايه؟ السوداني. لا خلوا السوداني دلوقتي، هاتوا الشوكولاته الخام. يلا يلا حط. لا هنحطها بال هات. طب انت ساعديني انت يلا يا ايتون، حطي لي الشوكولاته وانا بقلب عشان لازم افضل اقلب. انا بعيدها شويه كده عن ال... يلا يلا يا ايتونه شطوره يا ايتونه، لما نحط الشوكولاته بيحصل ايه يا ولاد؟ قولوا لي بيحصل ايه؟ الشوكولاته بتتقل مبدئيا وطعمها يدي تكستشر تاني. شايفين ساحت ازاي خالص؟ شامين بقى ريحتها بقت ايه؟ شبه ريحه الكورن فليكس برضو؟ اه. طب انا هغير لك فكرتك دلوقتي حالا حالا. حلو قوي كده كفايه كده. يلا نحط تحت، هاتي دول يلا حطيها تحت اه ونخلصه نحطه تحت. يلا كده فاضل ايه بقى؟ الزبده والسوداني. ايه مناديل اهي، ايه رايك تنضف كده؟ ماشي وانا هحط الزبده دي يا سيدي على الزبده بقى اما تنزل في الشوكولاته دي. ما اقولكوش هيحصل ايه حالا، هنشم بقى مع بعضينا. وفاضل الايه؟ سوداني. سوداني يلا بينا. مين هيحط لي السوداني؟ انا. يلا حط لي السوداني يلا على النار بقى، هنحط نرجع النار تاني يا سيدي. انا يا سيدي انا 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 ايوه يا سيدي شكرا جدا. حلو قوي الكلام ده. ونقلب نقلب 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 يلا نقلب يلا قلبي بقى انت كده كمان. يلا نحط دول كمان عشان مش هنسيب سوداني عندنا اكيد. يلا قلبي 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 ماشي. بعد كده بقى بنعمل ايه؟ طبعا انا مجهزه لكم اوريدي واحده عشان هتبقى سخنه قوي لما نيجي ندوقها. نعمل ايه؟ هنحط هنجيب فين البرتقال بتاعنا اهو
البرطمان بتاعنا اهو، ونبقى بنخزنه ها علشان ماما تبقى الصبح بتقول لنا ايه بقى، بتدينا الشوكولاته بتاعتنا في اللانش بوكس بتاعنا، او الصبح بنفطر بيها مثلا مع الساندوتش بقى كده، مع الـ مع العيش الفينو مثلا او التوست، او ممكن نعمل منها بولات صغيره. انا عايزه تحطيها في اللانش بوكس، والبولز دي نحطها مثلا في الثلاجه. عايز تعمل بيها ايه؟ تحطها لي في اللانش بوكس. الثلاجه ايه؟ اللانش بوكس لا، لو عملناها كور صغيره وحطيناها في الثلاجه ممكن تجمد. تبقى برضو ايه؟ تجمد اه، تبقى زي سناك مثلا برضو، تاخدها كده معاك المدرسه، تاخدها الصبح. طبعا هي زي ما انتم شايفين وشامين ريحتها ايه؟ حلوه خطيره، ريحتها خطيره. لازم نسيبها تهدى شويه طبعا بعد ما احنا سيحناها كده خالص، عشان برضو ايه قوامها يمسك، وبعد كده هنحطها في برطمان شبه ده، فتطلع لنا في الاخر عندنا برطمان شوكولاته. تعالوا ندوقه مع بعض ونشوف كده ايه اخباره، ايه ايه رايكم؟ دوق كده يا استاذ. وهم بيدوقوا بقى كده اقول لكم ان احنا بكده نبقى وصلنا لختام رحلتنا النهارده. بس طبعا 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 عندنا اغنيه حلوه قوي قوي قوي، هنروح نسمعها وبعد كده هنقول لكم باي باي بعدها. استنونا في رحله جديده الاسبوع الجاي مع اطفال واسر مختلفين وجداد وحلوه. قول طب قول لهم بقى حلوه قوي واعمل لهم باي باي. باي.